السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أندي ديلور، وين الإعلام الفرنسي يكشف عن اهتمام نادي مارسي باللعاب النجم الجزائري أندي ديلور، وين يعيش محيط نادي أولمبيك مارسيليا هذه الأيام على واقع تداول أسماء مهاجمين قد يلتحقون، سمحونا، خلال الانتقالات الشتوية. ومن بين أسماء التي ذكرت نجد اسم المهاجم منتخب الوطني أندي ديلور. شوف هذه باش يكون على بالكم، حنا كرانا نقولوا أندي ديلور وين مهتم ب وين مارسي مهتمة بأندي ديلور، على بالك شحال حاطين؟ تدخل للسيت تاع مارسي حاطين 4 تاع جوارة معاهم أندي ديلور، يعني بينوا للأنصار تاعهم. بصح كاين ناس وين يروح يجيب لك غير أندي ديلور، يقول لك هو لا وين راه معاضرين عليهم صاي هاي 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 هاي. يا ودي لا، قول الصح، قول باللي راه متابعينه، راهم يتبعوا فيه. هي هذه هي اللعاب، يقول لك تصيبه في اللائحة في القائمة، تصيب 4 5 ومن بعد يدو لعاب ولا زوج، يشوفوا ينيقوصوا، يشوفوا مع الإدارة، يشوفوا مع اللعاب، يشوفوا لا ينجم يدخل في الخطة تاعهم. هذو الفرق عندهم تقاليد، عندهم تقاليد اللعب تاعهم، مش يروح يجيب لك لعاب غير هكا يروح يجي الشعب راه يهضر عليه الجورنال ايوه اكماصة، لا مش كيما هكا. تروح انت يا جوفنتيس، عندهم تقاليد، عندهم اللعب تاعهم، عندهم الخطط تاعهم، عندهم فنيين اداره تاعهم، يشوفوا كي تلعب، يشوفوا كيفاش 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 باش يجيبوك. تروح الريال بارسا ماشي غير هاك يروح يجيب لك، يجيبك على النقاط، يجيبك على دي، ماشي غير هاك يروح يخلي يحط عليك دراهم ويجيبك، يجيبك انت باش تلعب، باش تعطي الاضافه. انت يا يشوفوك هذاك المركز اللي راهم هما فاشلين فيه، يشوفوك انت الا تنجم تدخل في الخطة تاعهم، ولا تنجم تدخل في التشكيلة، وتنجم تغطي ذاك الضعف تاع ذاك المركز باش يجيبوك. ماشي غير هاك، انت حاسب غير هاكا ولا انت حاسب اللي هنا راه اخر بيجيك بيجي بي اونترينر 4 ماتش من بعد يوخروه يدي 600 مليون ويعاودوا يجيبوا اونترينر يقعد 2 ماتش من بعد يطردوا من بعد يجيبوا، حاسبينها كيما هاكا. الناس هي تمشي خطط، يمشي لك على 5 كيما لاعب يجيبه كبير عنده 30 عام يمشي يقول لك نمشي على 5 سنين، يمشي غير هاك من ريسانهم يجيبه باش يبيعه، يشوف كيفاش يعصر منه شويه ليم ويخلي النص الاخر باش يبيعه يدي معاه دراهم، او ميم طو يدخل معاه دراهم يكون يلعب، او ميم طو يعاود يبيعه. ماشي غير هاك، راكم حاسبينها باللي تمشي بالزيت ولا يعني راكم غالطين اصاحبي. وبعد تجيب ناس روح مارسي بوديو كي يسمو مارسي ديلور، يا ودي لا راكم تكذبوا. مارسي كي تحط 4 5 6 تاع جوارة كيما العام اللي فات، نفكروكم العام اللي فات في الانتقالات الشتوية ماكم عاقلين عليها، اسلام سليماني طلع اسمه في البارسا، طلع اسمه في البارسا اللائحة تاع المهاجمين طلع اسمه، اتليتيكو مدريد طلع اسمه، باريس سان جيرمان طلع اسمه، مانشستر يونايتد طلع اسمه، توتنهام ميكين كان مبليسي طلع اسمه. مشي لعب يطلعوا اسماوتهم بصح من بعد يدو بالرحمه تشيلسي، بالرحمه تشيلسي داك تعقلوا عليها. ناس في كورونا ما كان لا بولا لا والو، خلاص السيمانه هذه بالرحمه يدوه الارسنال ومن بعد يعاودوا، السيمانه الزوجه يدوه توتنهام ومن بعد يعاودوا، ومن بعد تشيلسي ومن بعد يعاودوا، ومن بعد يقول لك لا ومن بعد يخرجوه من انجليز كومبلي، خرجوه من انجليز داوه الانتر، من بعد قالك لا، من بعد عاودوا ردوه لاتليتيكو، من بعد قالك لا داوه لالمان بوروسيا دورتموند، من بعد عاودوا خرجوه، من بعد عاودوا ردوه لانجليز. هذه في ديك 3 اشهر بالناصر راه رايح من بالناصر، راه رايح من بالناصر، محرز راه رايح من محرز، راه رايح من ما كان والو. عطال كان مبليسي، عطال بالك تعقلوا عليه، عطال هادو تالمو كانوا يكذبوا عليكم، عطال مبليسي في كورونا كان مبليسي، وقدامنا تبدا كورونا كان مبليسي. انتوما جوار يدوه مبليسي
ارسنال تدي جوار مبليسي، باريس سان جيرمان تدي جوار مبليسي، كان مازال ما عرفوا لا يولي لا ما يوليش. اتليتيكو مدريد قال لك اه صايك اي هاي اتليتيكو هاي دايتو الحسادين، ها من ايه شا دخل حسادين مشا دخل هذه بوله، هذه بوله شا دخل حسادين. نعاودو نولو اسلام سليماني العام اللي فات، مانشستر سيتي مانشستر يونايتد عقلوا واحد زوج ولا ثلاثه تاع اليوتيوبر باك تعقلوا عليهم شو ولاو يهضروا شو ولاو يقولوا. ما اسلام سليمانيه معروض في المنصه الشرفيه، ما كان لا منصه شرفيه لا تريبي لا فيراج لا غرادا لا والو، هذه حقيقه وشفناها، ماشي خبرونا ماشي خبرونا. ما وقع يهضروا اسلام سليماني صايك يا ودي قضيه تاع زوج دقائق ولا ثلاثه، ما كان والو ما كان والو. بالرحمه راه رايح تشيلسي يا ودي، مدير السكرتير تاع راه الرئيس صايك انتقل راه رايح، ما كان والو. عيسى ماندي يا ودي تريكوات يورونا بنادم تحشم على روحه، تحشمنا على روحنا. دروك انا راني قارع كي نسيبه لبس التريكو ويزغد يزغد ويتصور ونسمع تشخ 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 باش نأمن، نسمع تاع الفوتو تشخ تشخ باش نأمن ونقول راح. كيما هاك نهضروا نقولوا باللي الإعلام هذاك إعلامي فلان قال هاشا قال هاشا قال، بصح نعاود نولي ثاني كاينه نقطة واحدة، صايفي ما هدرش مع محرز، المعلومة اللي عندي صايفي قال ما هدرش مع محرز. واه مليحة راهم يدافعوا راهم يديروا، بصح ما هدرش مع محرز، ما هدرش مع محرز، ما هدرش كاع مع محرز، ما هدرش كاع مع محرز، ومحرز كاع ما هدرش معاه. هذه باش نقولها لكم. وين نعاودو نولو نتكلمو على ديلور يعيش محيط نادي أولمبيك مارسي هذه الأيام على وقع تداول أسماء مهاجمين قد يلتحقون بالفريق خلال انتقالات الشتوية، ومن بين الأسماء التي ذكرت نجد اسم المهاجم المنتخب الوطني أندي ديلور. صح ماشي غدوة إن شاء الله يجيك يوتيوبر يقول لك أندي ديلور راه في مارسيل، يا ودي لا، قول أندي ديلور راه في لائحة راه مع مهاجمين، هذه هي. والذي قام الصحفي الفرنسي يعمل في شبكة كانابليس بنشر تغريدة على تويتر تلمح لاقتراب المهاجم الجزائري من توقيع مع نادي الجنوب. هذا وتسببت تغريدة الصحفي الفرنسي فيليب في جدال كبير بين الأنصار النادي مارسيليا الذين غضبوا من قيامه بتلميح لاسم ديلور وطلبوه بالتأكيد الخبر، وهو ما جعل الأمور تكاد تخرج عن السيطرة بين الصحفي ومجموعة من أنصار تعلواب. احنا نقولوا باللي الله يسهل عليهم، بصح نحوسوا على الجزائري اندي ديلور، وين اندي ديلور وين راه تشوف كيفاش، وين هو راه اندي ديلور وين راه يخدم في النادي تاعو لا يبالي العمل ولا الامام، ويقول لك الحلم تاعي انايا الحلم تاعي يراود الذي يراود المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا، التتويج المنتخب الجزائري يعني وهي الذهاب لكأس العالم 2022 بقطر في الشتاء. يعني احنا نحوسوا على المنتخب الوطني الجزائري، نحوس انا على اللاعب يروح، انا راه في مونبيلي راه عاجبنا، راه في مونبيلي راه مليح راه عاجبني انا مونبيلي. توالي انتقالات اللي نقولوا بلي هذه الانتقالات في هذا الوقت حساس، في هذا الوقت الحساس روك لعاب باش ينتقل من نادي لنادي لازم يدير ألف حساب، لا يروح ويقعد ويروح ولا يغني في البيستير ولا يرقص في ليزونترينمون ولا ينصح يولي يخدم خدمة أخرى ينصح الشباب. يعني هذه ما على باليش بها أنايا، ما على باليش بها، هذه اللي نحوسوا عليها حنايا دائما نحوسوا عليها. هذا هو المنتخب، هذا المنتخب الوطني الجزائري، هذا المنتخب الوطني الجزائري اللي نبحثوا عليه ونحوسوا كيفاش يكون في الواجهة، يكون في الواجهة
لاعبين يكونوا في الواجهه، لاعبين اللي نبعثوا عليهم باش يكونوا دائما في اقوى مستوياتهم. ونقولوا باللي ديلور هو اللي راه حاضر بدنيا فنيا، حاضر يعني زعماك 100% في كاع اللاعبين تاع الجزائر تاع المنتخب الوطني، وين رانا نشوفوا باللي ديلور هو اللي حاضر بدنيا معنويا حاضر مليح. هذه اللي نشوفوا فيها. حاجه واحده اخرى، الى راح المارسي ولا راح لاي نادي تكون مفاجاه ان شاء الله بربي بالانتقال لنادي نادي كبير، ونحوسوا يكون في نادي كبير. هذا مكان هذيك نقولوا بلي ودي المنتخب هذا اللاعب لي هديه من عند كيما يقول لك هديه من عند ربي هذه هي. ونتمنوا له نتمنوا الخير ان شاء الله، نخمم على المنتخب الوطني، نتمنى الخير للمنتخب الوطني. هذه هي صحيح.